السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من جسر تايم، بودكاست جديد، حلقة جديدة تخصكم وتخص المجتمع. هذه المرة اخترنا لكم موضوعا بناء على طلب الزميل والصديق زكريا عبو الذي تشرفنا بتعليقه في بودكاست الأول بين البداية والنجاح. سنتحدث إذن عن القرارات أو كيف للإنسان أن يأخذ القرار الصحيح. إذ أنت مبتدئ في عمل ما وأتاك عرض عمل آخر، ما هو القرار؟ هل تذهب أم لا؟ طفلك في مدرسة وتظن أن المدرسة ليس لها مؤهلات وليس لها أهداف حسب الطفل، تريد أن تنقله إلى مدرسة أخرى، لكن الطفل متعلق بزملائه بأساتذته. فهنا القرار، أيهما الأصح؟ أن أضع التلميذ في مدرسة تكون بامتيازات أحسن، أم أضعه وأجعله يتأقلم مع المحيط الذي هو أصلا متعود عليه؟ أيهما القرار الأصح؟ يقول أحمد الفقي، عندما تبني الأحاسيس على منطق معين يكون القرار أفضل، لكن أو أتت الأحاسيس في المقدمة فهنا تكون الخطورة. إذ طبقنا هذه المقولة، أقول سنرى أن الطفل من الأصح له أن يذهب إلى مصحة أو مدرسة أحسن من أن يكون مع محيط متأقلم معه، لكن هذه الأحاسيس التي تقول، لكن أنا علي أن أفهم مشاعر الطفل. لا ننسى إن أجذبنا الطفل من مجتمعه أو من محيطه المتعلق به، الأزمة ستكون له أزمة نفسية هنا. يقول أيضا مقولة أخرى، أنت من تختار أن تكون قويا أو ضعيفا في الحياة، أنت صاحب القرار. أنا إنسان ذو ثقة وأريد أن أختار بين عمل وعمل، أو بين شيء ما أهم يجب علي أن أتخذ القرار. أنا صاحب القرار، لكن ما الفرق ما بين الضعف في الحياة وما بين القوة في الحياة؟ إذ كنت أنا صاحب القرار فلا أحتاج أن أكون قوي أو ضعيف، القرار قرار. هذا معتقدي، لا أدري إن كنتم تتفقون أم لا، لكن هناك نماذج دخلت على القرارات، أنه للقرار أصبح له نماذج ونظريات نعتمدها في اتخاذ القرار. عندما يكون وضع خطة عمل نستغرق قلنا أيام وشهور يمكن للتفكير فيها، إذ هل يجب أن أخطو هذه الخطوة أم لا؟ هناك يقولون أنه علينا أن نتبع نصائح، نتصرف أولا بناء حسب الحدس، يعني حدس الإنسان حسب الشعور. إذ أنا في هذا العمل مرتاح، ما يعني كيف يمكن أن أقول أو أفسر، لدي أصدقاء وزملاء جيدين، راتب لا بأس به، لكن في العمل الآخر الجديد أظن أنه هناك مميزات أحسن وأكثر من الامتيازات التي ذكرتهم قبل قليل. أيهما أذهب؟ هل أبقى مع الحدس الذي يقول لي يعني سلطانة قعدي راكي مليحة في خدمتك هذه، عندك زملاء جميلين، الراتب يمكن أن لا يكون جميل لكن لا بأس به، الصح في المحيط بتاعك، راكي تذهبي كل يوم يعني بعقلانيات جميلة، لكن
أن أترك عمل له امتيازات وله أهداف وله طموحات أن يجعلني أكثر تقدما في الحياة بمجرد أن الحدس تاعي قال لي قعدي هنا، أظن أن هناك خلل هنا. إذن القرار اللي اتخذته أن نروح للجهة الأخرى. دايما راني نشوف، ولا دايما كي راني نخمم راني نشوف أنه العكس، القرار يكون يعني عندما تقول باللي لا أنا لازم نروح منا، ما لازمش نروح منا، بصح الداخل شعور تاعك راه يقول لك يا ودي بصح لا بصح هكا. أنا نشوف باللي دايما القرار راح يكون العكس، لأنه يعني نقدر نقوله أنه القرار الصحيح دايما راح يكون هو العكس القرار. مش عارفة إلا قدرت تفهموني ولا لا. قلت أنه نتصرف بناء على الحدس، لأنه أهم شو عندنا هنايا دراسة تقول أنه تسمعوني مليح، أنه أهم درس عن تعلم الشعور بالراحة لاتخاذ القرارات هو تعلم الوثوق بنفسك. فإذا نظرت في سجل أدائك فقد تكتشف أنك ذكي، وعندما تتحقق النتائج المشهودة والنتائج لهذا حاول اتخاذ قرارات سريعة بناء على حدسك. ربما تفعل هذا على أي حال، لكنك تتبطأ لبعض الوقت من خلال التفكير في جميع البدائل الممكنة. هنا نعود للفكرة الأولى اللي قلتها، أنا العمل اللي راني فيه مليح، المحيط تاعي مليح، السالير تاعي نص نص، المدير تاعي يكسر لي راسي، لكن تبقى خدمة ويبقى دايما هناك مشاكل، هناك مجريات في الحياة اللي راح نواجهها. لا يعني أنه في العمل الثاني ما راحش نواجه عقوبات وصعوبات، لكن العمل الثاني يعطيني دفعة أن نبين إمكانياتي، نحقق الأهداف اللي راني حبتها، نوصل للطموحات اللي راني عارفتها واللي راني حبتهم. هنا رغم أني على بالي وش كاين، لكن بقيت نتحجج بالمحيط، بقيت نتحجج بأني والفت، بقيت نتحجج يعني 3 سنوات أو 4 سنوات وأنت في ذاك العمل ليست بالهين الشيء. بين ليلة ونهار يجيك خدمة يقول لك أروح تخدم عندي، نعطيك سالير شباب، نحقق لك الطموحات تاع، بعد ما والفت الريتم وال كما نقولوا احنا يا ربي الفكرة بدأت تروح، يعني والفت النمط اللي راك تعيش فيه، يجيك عمل آخر يقول لك يلا كل شيء بين ليلة وضحى راح يتبدل، راح تجي في مكان مليح، راح نعطيك منصب هايل، سالير شباب. تبقى تتحجج تقول لا 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 لا، لكن في الأخير القرار الجميل والأصح هو هذاك القرار أنه اللي يخليني أدفع الطموحات تاعي إلى الأمام. هنا الحدس راهو يقول لك وش كاين وش ما كاش، لكن تحجج الإنسان ومخاوف الإنسان تبقى تواجهه. لكن هنا علينا أنه نذكر الإنسان أنه يعتمد نجاح القرارين على أمرين، المعلومات المتوفرة والعقل الذي يصنع القرار. إذن اصنع قرارك بعقلك، مدام المعلومات راهي متوفرة، مدام عندك طموحات راح تحققهم، مدام عندك منصب راح يعليك، على عليا نبقى نفكر ونخمم. إذن القرار الصحيح دايما راهو بين يدينا، لكن الإنسان بمخاوفه والفشل تاعه يواجه صعوباته. هذا هو الإنسان، دايما يصنع عقبات لنفسه، يصنع أسباب لنفسه، في الأخير يقول لك ايه خلاص نختار الآخر. وأحيانا ليس بال كيفاش نقدر نفهمها لكم، القرار الصحيح يكون هو الأفضل. صحيح عندي أهداف، صحيح عندي طموحات رح نواجهها، صحيح عندي منصب أحسن وأجمل، هذا هو القرار الصحيح، لكن ليس دائما القرار الصحيح يكون مليح. فالقرار الصحيح صح جاني قرار مليح، لكن بعد البدء فيه تأكدوا جيدا أنه على الإنسان في هذا القرار أن يكون هادئ الأعصاب، لازم يكون عنده القدرة على مواجهة المشاكل. تأكدوا
انه في القرار الصحيح بعد ما انت اختاره لا يمكن بين ليلة وضحاها راح تسيب كلش واجد. صح جاك اختيار شباب، لكن راح تلقى العقبات وراح تلقى الصعوبات اللي راح تواجهك، لكن هنا عليك انت انه تكون اقوى بهدوء اعصابك وقدراتك على مواجهة المشاكل فاتخاذ القرار يتحمل الصعوبات. عندنا ايضا نصيحة اخرى، انه جامي تتردد. التردد هنا راح نفشل، راح تأكد انه معظم الاوقات الانسان راح يفشل بسبب الفضول تاعه بشأن الخيارات. يمكن انك تفكر في ترقية احد الموظفين، يعني اذا كنت انت مسؤول عن رب مسؤول على عمل ما او عندك بيزنس وراك حبها انه هذا الانسان راك حب ترقيه، لكن انتك عارف باللي فيه دي ديفو، فيه سلبيات لكن ايجابياته احسن من سلبياته. تبدأ تقول هي يستحق الترقية، هل علي اني نرقيه؟ هنا لا تتردد. اذا عندك شك صغير انه ما يقدرش يقوم بالعمل تاعو، سابون القرار هنا يلا نشوف الاحسن. لكن اذا الايجابيات تاعو احسن من سلبياته وراك عارف باللي انسان اللي خدام راح يقوم لك بالعمل كاحسن واكمل وجه لاكثر ما تتوقعه انت، اعطيه الفرصه، ما تترددش، قوم باختيار الفرصة له. فالاختيار حملة له، نجاح له، زيادة للمؤسسة. عليها علي أني نحرم الإنسان برك أني شكيت عنده يشتكو منه الموظفين، لكن أني عارف أنه وقت الصح رح نلقى هذا السيد بغض النظر على السلبيات الصغيرة اللي راهو في هذا الإنسان. كذلك في الاختيار في القرار الصحيح على الانسان انه يتقبل الفشل. الفشل راهو موجود حتى وان اخذت القرار، مثل كما ذكرنا في المثال الاول عند الطفل، قلنا الاب تاعو راهو يشوف فيه في مدرسه بالنسبه ليهم راهي سيئه، لكن التلميذ بالنسبه ليه راهي مدرسه مليحه، عنده تلاميذ وزملاء أجمل مما يكون، عنده أساتذة يحبهم، لكن أنا راني حاب نديه إلى مستوى أعلى، مدرسة أعلى اللي تقدم له اللي تقدر تخليه أنه يذهب إلى الخارج. أنا هنا يا عليا صحيح أنه التلميذ راح يروح إلى مدرسة مليحة، بصح بالك التلميذ إلى ديته وجبثته من المحيط تاعه راح يفشل لي، ما راحش يوصل وين راهو حاب، بس كل أزمة اللي راهي في داخله يقول لك أنا الأب تاعي انبذني على المجتمع اللي راني حابه، أنا المدرسة اللي رحت لها صرت مجتمع ماشي من مجتمع، ماشي من تفكيري، ماشي من كما نقولوا احنا، ماشي من مش راني حاب أنا وش متمنيت أنا. لا أريد أن أذهب إلى الخارج، لا أريد أن أحقق ما أريد، أريد أن أبقى أينما أنا. فالطفل الصغير هو طفل صغير، هكذا هي أفكاره، ما يقدرش يخمم أنه يودي لا عندك طموحات، عندك نجاحات، راهي تقدم لك فرصة أحسن. هنا أنه عليا نتقبل الفشل المحتمل اللي راح يصرى بعد اتخاذ القرار. لازم عليا أني نكون متزن في هذا القرار. في الأخير قد ما نحكي على القرارات وقد ما نقوله تتكون أمثلة بسيطة، ما حبيتش نكثر، لكن إن شاء الله نكون فدتكم ولو قليل حول القرارات الصحيحة، وحاولت أنه تفهموني حول القرار الصحيح. أنا بالنسبة لي القرار الصحيح، لا يوجد قرار صحيح ولا يوجد قرار خاطئ، هناك قرارات على الإنسان أن يتخذها بخبرته في الحياة، بعدم التردد. تقدم إلى الحياة، هذه هي الحياة، عبارة عن فشل أو نجاح، ليس هناك قرار، القرار يتحمل الصواب، يتحمل الخطأ. إذن أنا عليا أني نجرب، إذا كان قرار جيد الحمد لله ونعمته، يعني ربي سبحانه راهو سخر لي
أشياء وشفتها، حياته تستمر فالاستمرارية لابد منها. وتأكد عزيزي، مادام لديك إرادة ولديك عقل ولديك معلومات، وتأكد أن النجاح والفشل والنهاية هي قرارك أنت، هذا هو القرار الصحيح. مادام عندك نهاية، مادام عندك بداية، مادام عندك إرادة في الحياة، عندك معلومات تهمك في الحياة، فسرعة اتخاذ القرار ستكون بين يديك. اقفز فورا من النافذة لتعملها، سواء كان بالفشل أو بالصواب، فالقرار قرارك أنت. أشكركم مستمعينا الكرام على استماعنا لهذه الحلقة. لن أقوم بمونتاج هذا الأوديو، سأجعله كما هو. إذ سمعتم اعذروني، فتحدثت بكلام من قلبي إلى قلبكم. أتمنى أن تكونوا استفدتم وساعدتكم ولو بقليل. إذا عندكم مواضيع أو أي شيء يهمكم وتريدون أن نشارك فيه أو نتحدث، أو أنتم تريدون أن نتشارك معا، فما عليكم إلا متابعتي على مواقع التواصل الاجتماعي مهلا سلطنة، انستغرام وفيسبوك، وعبر الصفحة الرئيسية الذي يتم تنزيل فيها هذا البودكاست، راديو سيسكوم FM. يتجدد اللقاء الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله. مع السلامة.